انرجي مختصين في تركيب الطاقة الشمسية في المناطق المعزولة. رانا في منطقة البنود وفي منطقة جليد بالتحديد التي تبعد 83 كيلومتر على البنود، وتشوفوا هنا بالمنطقة معزولة جدا، ما كانش كهرباء ما كانش، فارتئينا اننا نديروا طاقم من الطاقة الشمسية لتشغيل ثلاجة وإنارة وتلفزيون وديمو، وبالتالي هذه الطاقة راهي ناجحة 100%، وهناك إقبال من سكان هذه المنطقة نظرا للعزلة اللي راهم ماشيين فيها. فارتئينا هذا الطاقم يتكون من لوحين شمسيين ومن بطاريتين حوالي 200 أمبير البطارية ومن محول كهربائي 1600 واط. الآن هذا الطاقة راه عليها إقبال كبير، وماذا بينا الناس كاع تروح ليها وتشوفوا أن المناطق هذه المعزولة ما تنجمش توفر لهم كهرباء شبكة، وبالتالي ما تنجمش توفر لهم حاجة كبيرة اللي ما ينجموش ينقلوها. فهذه طالبين من السلطات توفر لنا الطاقة الشمسية. الخيام راهم كاينين هنا، خيام مساكين كاين اللي عندهم دواء، كاين اللي فيهم السكر، كاين اللي فيهم لاطاسيو، ماهمش لاقيين حتى دواء هما يديروا، وراه جاي الحمال، ماذا بهم يوفروا لنا الطاقة الشمسية باش يديروا فريقويات، يبقى يدير فريقو ويبرد ويدير منها الضوء ويطلع منها الماء من الحواسي، كاين اللي راه عنده حاسي وما لقاش حتى باش يطلع الماء.